رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. هذه هي الحلقة 25 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. حلقة اليوم تتحدث مع الحلقة القادمة إن شاء الله عن ميزانية الأسرة، عن الجانب المالي في الأسرة. اعلموا أيها الإخوة أن الاقتصاد نصف المعيشة، وفي علم الاقتصاد الاقتصادي الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاقه. لو أحسنت الكسب ولم تحسن الإنفاق فلست اقتصاديا ناجحا، ولو أحسنت الإنفاق ولم تحسن الكسب فلست اقتصاديا ناجحا. سنتحدث اليوم عن إنفاق الأسرة ونفقاتها وكيف تضبط هذه النفقات. هناك نقاط عديدة أحدثكم فيها في هذا الجانب. النقطة الأولى تقول: الزوج هو المسؤول عن الإنفاق. في الشريعة الإسلامية وفي قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية الزوج هو المسؤول عن النفقة، والمرأة مع زوجها مسؤولان عن التدبير. أما الإنفاق فإنما هو على الزوج لا على المرأة. ولو كانت زوجتك هي موظفة، هي عاملة، لها مدخول من أهلها، من أمها، من أبيها، من إرث عندها، لكنها في الشرع ليست مكلفة أن تنفق عليك أو أن تنفق على أولادك. نفقة الزوجين إنما تكون على الرجل، وهذا تحدثنا عنه في مسؤوليات الشاب إذا أراد الزواج. لذلك لا يقدم أحد من شبابنا على الزواج إن لم يكن قادرا على النفقة على نفسه أو على أهل بيته. طالب في الجامعة أو شاب له من العمر 20 سنة أو طالب مدرسة أحيانا يغرر به، يقول لك وهو في الثانوية العامة أو أقل منها شاهد من جسده بلوغا، قال أريد أن أتزوج. كيف تتزوج ولا نفقة عندك لنفسك ولأولادك؟ الزوج في الشرع هو المسؤول عن النفقة. لقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن أنت المسؤول عن النفقة. وقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان على ماذا ينبغي للزوج نحو زوجته، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أن ترزق زوجتك طعاما وشرابا وسكنا بالمعروف، وأن تكسوها بالمعروف. المهم أنت أيها الزوج المسؤول عن النفقة، فلا تطلب من زوجتك مالا لأجل نفقة البيت. إن دفعت هي من نفسها فبها ونعمت، وإلا فأنت المسؤول عن هذه النفقة. النقطة الثانية: أنت أيها الزوج مأجور على هذه النفقة. أنت تنفق عليها لأنك تتوقع أجرا من السماء، ولست تنظر في هذا الأمر إلى الأرض. وأنتما أيها الزوجان مأجوران على حسن تدبيركما في البيت. الآن أيها الإخوة صار في العالم معاهد للتدبير المنزلي،
وكليات للتدبير المنزلي تعلم البنات وتعلم الشباب كيف تدبر أمرك في البيت، وأجرك في هذا كبير إذا دبرت. طبيب سوري درس في بريطانيا لمدة 12 سنة أخبرني يقول إن النساء البريطانيات مع أزواجهن إذا ذهبوا إلى مطعم من المطاعم ليتناولوا وجبة الغداء، في نهاية الوجبة يطلب الزوج من صاحب المطعم فاتورتين، فاتورة بالوجبة التي أكلها هو وفاتورة بالوجبة التي أكلتها زوجته، ثم يدفع هو وينصرف ويترك الزوجة، وزوجته ستخرج مالاً من جيبها، لا يدفع الزوج لزوجته حتى طعاماً على موائد الطعام العامة أو الخاصة. قبل أشهرين كان هناك في اليابان معرض من أشهر معارض اليابان ومن أكثرها إدراراً مالاً عليه، ينفق على هذا المعرض 3 مليار دولار في كل سنة. أتعلمون ما هذا المعرض؟ في أرقى دولة في التقنيات وفي الاختراعات أو الصناعات الدقيقة، إنه معرض منتجات الكلاب، ثياب الكلاب، عطورات الكلاب، ملبوسات الكلاب، وسائل تنظيف الكلاب، حلي الكلاب. التقت إحدى الأقنية الفضائية داخل أرجاء هذا المعرض بمهندس ياباني. المهندس الياباني نحن نقول عنه هو خبير ياباني، بمعنى أن عقله عقل خبراء كبار، ولو استقدمناه إلى بلد من بلادنا لتقاضى بالدولار، ربما بالساعة وربما بأقل من الساعة. قالوا لهذا المهندس الياباني الخبير الياباني، قالوا نراك هنا في هذا المعرض، ماذا تفعل؟ قال أنا موجود هنا مع زوجتي وبصحبتي كلب. قالوا له ماذا تريد؟ قال أشتري بعض الحاجيات لهذا الكلب. قالوا ما عندك أولاد؟ قال لا أنا ما عندي أولاد. قالوا له لما؟ قال لأن الكلب أفضل من الولد. الخبير الياباني وصل عقله إلى أن يقول إن الكلب أفضل من الولد. قالوا لما؟ كيف يكون الكلب خيرا من الولد؟ قال لأن الولد يكلفني مالا كثيرا، أما الكلب فهو أرخص. الولد سأنشئه، سأدرسه، سأدخله الجامعة، غدا سأساعده في الزواج، هذه نفقات مالية كثيرة يا أخي، هذا بالميزان التجاري الأرضي خاسر، لذلك الكلب أرخص بكثير. أنا عندي الكلب، هو عنده الكلب، خير من الإنسان. لما انتقل المذيع إلى زوجته سألها ماذا تعمل؟ قالت هي مهندسة أيضا. قال زوجك يقول إن الكلب خير من الولد، صحيح؟ قالت نعم 100% صحيح. قال كيف يكون الولد أو كيف يكون الكلب خيرا من الولد؟ قالت لأنني إذا حملت وأردت أن أنجب سيتغير مظهري، البرستيج بتغير واللياقة بتتغير، بعدين يبقى الأمر أنني لن أنقطع عن عملي إذا كان عندي كلب، أما لو حملت سأنقطع عن عملي، سينقطع الراتب عني، لذلك أفضل أن يكون عندنا، نحن نفضل أن يكون عندنا كلب على أن يكون عندنا ولد. هذا هو العقل الأرضي أيها الإخوة، بدون ثقافة السماء وبدون أوامر رب العالمين. أنت أيها الزوج تنفق على زوجتك لكنك مأجور، أنت أيتها الزوجة تعتنين بهذا المال وتحفظينه وأنت مأجورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذه هي النقطة الثانية في ميزانية الأسرة. النقطة الثالثة أيها الزوج، الإسراف ممقوت والبخل مذموم، وكن وسطا بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط، لا تكن بخيلا فتكره، ولا تكن مسرفا فتذم، ولكن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وربنا عز وجل لا يحب المسرفين. وأنت أيتها الزوجة مسؤولة عن عدم الإسراف. حدثني شاب يقول إنه كان يهيئ بيت الزوجية لاستقبال هذه الزوجة القادمة،
وكان من أسرة لا بأس بها وعمله جيد ويتقاضى راتب لا بأس به. هيأ بيته الذي كان بدون إكساء والآن كساه، واليوم خرج منه من يعمل في سيراميك المطبخ والحمامات. فرح جدا لأن منظر المنتفعات صار جميلا جدا. أخذ بيد زوجته التي عقد عليها وقبل الدخول وقال: تعالي بدي فرجيكي كسوة البيت. ذهب مع زوجته إلى ذلك البيت. لما نظرت هذه الفتاة وهي من أسرة منعمة إلى السيراميك يبدو أن اللون لم يعجبها فبكت. قال لها: لما تبكين؟ قالت: والله لون السيراميك ما منيح. قال: خير إن شاء الله، ما يكون على بالك، إن شاء الله البيت الجديد يكون لون السيراميك أحسن، بعد حين بعد أن نسكن وننتقل إلى بيت آخر ستشاهدين شيء آخر. قالت: لا أعوذ بالله، أنا مستحيل أن أسكن في هذا البيت مع هذا السيراميك. قال لها: ماذا أفعل؟ قالت: والله ماذا تفعل، إيتي بالعمال وخلي يكسروا السيراميك ومنحط سيراميك جديد. قال لها: سيراميك جديد؟ الآن العامل خرج اليوم، خرج العمال، السيراميك الجديد حيكلف 200 أو 300 أو 400 أو 500 ألف ليرة سورية. قالت: والله أنا لا أسكن في هذا البيت ما دام هذا السيراميك. هذا إسراف مذموم، وربنا لا يحب المسرفين. بعض النساء أحياناً يعددن طعاماً لقبيلة ثم لا يأكل من هذا الطعام إلا 3 أولاد أو 4 أولاد، لماذا أكثرت من إعداد هذا الطعام وبعد هذا تلقينه في سلة القمامة؟ بعض العائلات يدخرنا من عام إلى عام أغراض ما نسميها المونة، نحن يدخرنا كميات كبيرة حتى إذا جاء العام القادم قلنا لأزواجهن: هذا ما بقي من المونة القديمة، خذه وضعه أمام الحاوية. وبتنا نرى في بعض شوارع المسلمين أن هناك طعاماً يلقى على سلات المهملات. هذا أمر لا يرضي رب العالمين ولا يرضي العقل ولا يرضي الأمم التي تبحث عن الرقي وعن السعادة، بل إن الإسراف المذموم منفي في أمة تريد أن ترقى. نتابع حديثاً عن ميزانية الأسرة ولكن بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحباً بكم مرة ثانية في حلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، نتحدث فيها عن ميزانية الأسرة، وكنا نتكلم أن تكون معتدلاً في نفقتك، لا أنت من البخلاء ولا أنت من المسرفين. النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة معني بها الرجال والنساء أكثر، عنوان هذه النقطة: المحافظة على قليل النعمة كما نحافظ على كثيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام دخل إلى داره فشاهد كسرة خبز في الأرض، فانحنى صلوات الله وسلامه عليه ليرفعها، ثم قبلها ووضعها على عينه ثم أكلها، وقال: يا عائشة لزوجته: أكرمي مجاورة نعم الله، فإنها إن فرت من قوم قل ما تعود. حرام عليك يا أيتها الزوجة أن تلقي ببقايا الطعام في سلات المهملات، حرام عليك أيتها الزوجة أن تلقي بثوبك التي لم ترتديه إلا مرة أو مرتين أو 5 مرات أو 7 في سلة المهملات، حرام أن يذهب جهد الرجال بهذه الاتجاهات، حرام أن تبقى الأضواء فاعلة طيلة الليل ولا حاجة لنا بها، حرام أن تبقى المكيفات فاعلة طيلة الليل ولا أحد في هذا البيت، حرام أن نترك مياهاً تقطر في صنابير المياه أو في الأرض دون حاجة لها. إن الأمم الراقية اليوم تحاسب نفسها على دقائق الأمور وعلى صغائر الأمور، فلماذا ترمى كثير أو كمية لا بأس بها من مقدراتنا المالية في الشوارع وفي الطرقات؟ إذا انتهى العام الدراسي ومشيت في الطرقات شاهدت عفواً أمام الحاويات كتباً ملقاةً ودفاتر ملقاةً وثياب مدارس ملقاةً وحقائب مدرسية ملقاةً، ثم إذا بدأ العام القديم الزوج ينبغي عليه أن يشتري حقائب جديدة وثياب مدرسية جديدة ودفاتر جديدة وكتباً جديدة، مع أن ولده الثاني سيتناول نفس الكتب.
إن المحافظة على قليل النعمة هو من أهم العقول الراجحة في الاقتصاد، بل الآن هناك في العالم الاقتصادي شيء يسمى إعادة تدوير الأشياء. الشيء الذي يتلف وكان الناس يتلفونه ويرمونه الآن يعاد تدويره، حتى القمامة يعاد تدويرها، حتى مياه الصرف الصحي يعاد تدويرها. لماذا أنت أو لماذا أنت تستخفين بنعم أنعم الله بها عليك أو على زوجك؟ قديما قالوا الرجل يجني والمرأة تبني، والحق يا أيها الإخوة، إذا رأيتم رجلا ناجحا ماليا في حياته الأسرية اعلموا أن زوجته هي التي جعلته ناجحا، إذا رأيتم رجلا فاشلا في حياته المالية اعلموا أن زوجته هي التي دفعته نحو هذا الفشل. موظفان يعملان بنفس الدائرة وهما من نفس العمر وكانا صاحبين في المدرسة من الصغر وتزوجا في سن متقاربة مع بعضهما البعض وبلغا الآن عمر 50 من السنوات. واحد منهما صار عنده دار وصارت عنده سيارة وأولاده مستوياتهم لا بأس بها، الثاني لا زال إلى الآن يشكو من القلة والدين وهو يسكن في بيت للأجرة. هذا رزق بزوجة تبني بناء صحيحا فطنة تحافظ على النعم، وهذا كانت زوجته سيئة جدا تنفق المال في مكانه المناسب وفي غير مكانه المناسب، والقليل مع القليل يصنع كثيرا. أحدثكم الآن عن مشروع الفرنك في إحدى القرى التي تحيط بمدينة دمشق. قرر أهل القرية أن يبنوا مستشفى، لكن أهل القرية فقراء لا مال كثير عندهم، تدارسوا في الأمر ماذا نفعل؟ قالوا سنطلق مشروعا اسمه مشروع الفرنك. ما هذا المشروع مشروع الفرنك؟ قال والله كلما دخل أحد دائرة من دوائر الحكومة في هذه القرية أو هذه البلدة ينبغي عليه أن يدفع فرنك يحول إلى صالح المشفى، كلما صعد إنسان إلى حافلة عامة إلى باص ينبغي أن نأخذ منه أهل القرية، نحن نأخذ منه فرنك لصالح يحول لصالح المشفى. خلال سنوات بمشروع الفرنك بنى هؤلاء القوم مشفى، إنها مشفى التل الموجودة في ريف مدينة دمشق، لقد خرجت مشفى طويلة عريضة تخدم أبناء هذه القرية وأبناء المدينة من وراء هذا الفرنك. لا تستصغر قليل النعمة. ثم إنني تعرفت على طبيب كريم أنشأ مع أصحابه جمعية، هذه الجمعية بنت إلى الآن 6 مشافي في بلد من البلاد العربية. كيف بنوا هذه المشافي 6؟ وقد سألته قال لقد بنيناها من طابع سميناه طابع السل، هذا الطابع يدفعه أحدنا إذا راجع دائرة من دوائر الدولة أو إذا دفع فاتورة لمكالمات هاتفية في كل شهر، والطابع قيمته ليرة سورية أو نصف ليرة سورية أو 10 ليرات سورية، وأظن في أكثر حالاته هذه العشرة. بنيت 6 مشافي من هذه الليرة والنصف ليرة. أسرة تعرفت عليها وضعوا في دارهم صندوقا حديديا مقفلا، وقرر أفراد الأسرة كلما وجد أحدهم في جيبه بضعا من الليرات أو ليرة أو أقل أو أكثر وهو متضايق من وجودها في جيبه أن يأخذ هذه القطعة النقدية ليضعها في هذا الصندوق، الأب والأم والأولاد. الحق أنهم خلال سنوات عديدة استطاعوا أن يشتروا سيارة من جراء هذا الصندوق المؤلف من نصف ليرة أو ربع ليرة أو ليرة أو ليرتين أو أكثر أو أقل. من مبادئ الاقتصاد الناجحة المحافظة على قليل النعمة. لذلك كنتم تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لعق الصحن بأصبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر من يأكل من الصحن أن يلعق هذا أن يلعق ما بقي في الصحن أو أن يلعقه غيره، ويقول لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة، لعل البركة في هذه اللقمة التي تركتها. تذهب حيناً إلى بعض المطاعم لتشاهد أن ناساً من المسلمين يطلبون وجبات للطعام تكفي 5 وهما 2، يأكلان ما استطاعا ثم يتركان الباقي. العجب
أن في بعض الأنظمة أنه لا يجوز الإفادة من هذه الأطعمة، فتؤخذ هذه الأطعمة وتلقى في سلات المهملات، وهذا ما لا يرضي الله عز وجل، ولا يرضي عاقلا على هذه الأرض، ولا يرضي أمة تريد أن تنهض بنفسها. إذا أردت أن ترقى بنفسك في مادتك المالية وفي ميزانيتك الأسرية، حافظ على قليل النعمة كما تحافظ على كثير النعمة. الآن يوجد نقطة مهمة جدا، وهي التنفير من الاستدانة. هذا أمر مهم جدا يا أيتها الزوجات ويا أيها الأزواج. والآن نحن بلينا بشيء اسمه بيع التقسيط وشراء التقسيط، والناس يستسهلون، وكما يقال في العامية يرشون على الموت سكرا. يشتري أحدهم مدخوله 10,000 في الشهر، يشتري سيارة 500,000، يقولون لا بأس أنت ادفع الدفعة الأولى، بعدين كل شهر تأتينا بمبلغ معين. لقد ارتبطت بدين من الآن إلى 5 سنوات قادمات، ما حاجتك بسيارة ثمنها 500,000 ليرة سورية وأنت لا تملك في كل شهر إلا 10,000؟ أحياناً تجد امرأة موظفة معاشها 4,000 تحمل جهاز موبايل ثمنه 12,000 ليرة سورية. لماذا؟ ما حاجتك أنت بهذا الجهاز الذي تدفعين ثمنه أضعاف مضاعفة من مرتبك؟ لو اشتريت جهازاً أبسط لقضي الأمر، تقول لا بأس لقد اشتريته بالتقسيط. الإسلام ينفر من الاستدانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه، إن كان ثمن الشيء في جيبي اشتريته، إن لم يكن عندي هذا الثمن لا أشتريه. يا أيتها الزوجة لا تدفعي زوجك باتجاه الاستدانة. من البنوك الربوية الاستدانة بالفائدة حرام، ومن البنوك الإسلامية الاستدانة مع تراكمات في الأرباح ليست حراماً لكنها ترهق زوجك. لا تشتروا شيئاً ما استطعتم بالتقسيط، لا من بنك ربوي ولا من بنك إسلامي، لا من قريب ولا من بعيد. درب نفسك أن تنفق بمقدار مدخولك بدون دين، لا تستدين إلا ما كان ضرورياً جداً جداً ومن أسس الحياة. وإليكم هذا الحديث الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالة من عليه دين. عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على جبهته وقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ قال محمد فهبنا أن نسأله. فلما كان من الغد لقيته في السوق فقلت يا رسول الله ما التشديد الذي نزل؟ البارحة أنت قلت سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فقال لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة. الدين خطير يا أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء. جاءه جبريل فقال إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني بها جبريل آنفاً. إذن درب نفسك ألا تستدين. وحدث أن واحداً من الصحابة رضوان الله عليه مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام محبوساً عن دخول الجنة، فلما كان من اليوم الثاني من الصبيحة قال أين أولاده؟ جاء الشباب فقال لهم هل كان على أبيكم دين؟ قالوا نعم. قال إني رأيت أباكم محبوساً عن دخول الجنة، صحابي كريم عمل من الصالحات ما الله به عليم، قال رأيته محبوساً عن دخول الجنة، اقضوا دين أبيكم. ذهب الأولاد وقالوا نعم نفعل يا رسول الله. ذهب الأولاد ويبدو أنهم انشغلوا، فلما كان بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شباب قضيتم دين أبيكم؟ قالوا نسينا. قال اقضوا دين أبيكم رأيته محبوساً عن دخول الجنة. ذهب الأولاد وقضوا دين أبيهم، فلما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضيتم الدين؟ قالوا نعم. قال الآن بردت عليه جلدته. هذا في إشارة بأنه كان يعذب أو يحاسب أو يشدد عليه من جراء ديون الناس. ما استطعت إذا كنت اقتصادياً
تدير اقتصاد بيتك بشكل حسن لا تستدين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نتابع حديثا عن ميزانية الأسرة في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم